اليوم بغيتها مقابلة تحضيرية للبطولة، إشراك بعض اللاعبين اللي عندهم غياب طويل يعني بداعي الإصابة، وطلبت من اللاعبين يعني في ظل الحرارة والصيام طلبنا منهم أنهم يعني يجيو في الخلف ونلعبوا على المرتدات. الحمد لله يعني كانت المرتدات يعني ناجحة، واللاعبين اللي دخلوا في الشوط الثاني مدوا الإضافة في صورة اللاعب بوغاشو وأكرم دمان اللي دخلوا قرابة نصف ساعة سجلوا هدفين. نظن فوز مليح من الناحية المعنوية. الحمد لله حتى اللاعبين اللي لعبوا اليوم أدوا مقابلة في المستوى، وقدرنا نسجلوا 3 أهداف على تشكيلة اللي تاع شباب قسنطينة. وكذلك ما يخفلكش أن العمل اللي قام به عبد العزيز عباس خلال الأسبوع هذا والأسبوع اللي فات، يعني خاصة من الناحية النفسية كان قريب للاعبين في الميدان في الأكل في غيرها، وهذا توفيق من رب العالمين. فزنا بالمقابلة هذه تخلينا نخدموا المقابلات الجاية إن شاء الله.